تخيل انك بيوم من الايام ترجع من دوامك وانت تعبان، فمباشرة تروح لفراشك وتنام نومة عميقة، وفجأة تقعد من نومك وتلقى نفسك بمكان مظلم وماكو اي احد يمك، فتحاول تفهم شنو هذا المكان اللي انت بيه وليش انت وحدك، فتصيح على اهلك ولكن ماكو اي رد. وحيدا فريدا بقيت بهذا المكان المظلم وما تعرف ليش وش جابك هنا اصلا. هذا يا اصدقائي هو اللي صار بالضبط ويا بطل قصتنا لليوم. السلام عليكم اصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. كالعادة كل واحد يجهز مشروب المفضلة وكلت المفضلة وخلي نبلش. سنة 2002 صارت قصة ويا شاب اسمه حسين عمره تقريبا 30 سنة. وضع المادي كان جدا سيء وابوه متوفي وكان يشتغل اشغال بسيطة منه ومنك حتى يمشي وضعه هو وعائلته، واخر شغل اشتغلها هي باحد المقاهي. ولما صار عمره 35 سنة فكر بينه وبين نفسه، قال انا ليش ما اتزوج واسس لنفسي عائلة. طبعا حسين بذاك الوقت ما كان ساكن ويا اهله وانما ساكن ببيت قريب على المقهى اللي يشتغل بيه. حياة حسين كانت من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وإذا صارت عنده إجازة يروح يشوف بيها أمه وإخوانه. حسين كان ساكن مع ابن خالته. أما بالنسبة لأم حسين فأمنية حياتها كانت أن تشوف ابنها حسين يتزوج وتصير عنده أسرة وأطفال. إلى أن إجى أحد الأيام اللي كانت به إجازة حسين، فنزل وراح لأمه وفتح وياها الموضوع إنه هو يريد يتزوج. فأمه أكيد فرحت وقالت له راح أخطب لك أحسن وأجمل وحدة بالمنطقة. ولكن حسين هنا قال لأمه إنه هو لام لكن فلس وكانت أكو بنية هو يحبها ويريد يتزوجها. ردة فعل أمه كانت فعلا مفاجئة وصادمة بالنسبة له، لأن أمه أول ما سمعت هذا الكلام رفضت هذا الشيء وقالت له ما تتزوج هاي البنية، وإذا تزوجتها فأني أغضب عليك وأزعل منك. ولكن حسين كان جدا مصمم على أن يتزوج من هاي البنت لأنه يحبها، فصار يتكلم ويا أمه ويحاول يقنعها، وأمه مستمرة على رفضها، قالت له مستحيل تخطبها. ولكن حسين أيضا ما استسلم وبقى مصر على قراره وقالها أنا راح أخطبها وأتزوجها. وبالفعل راح حسين وحدة الأهل البنية ووافق، فتوجه مباشرة حتى يجهز نفسه وأموره لأن ما زالت عنده بعد تكاليف الزواج والبيت، وأكيد كان مستمر بشغله بالمقهى. وأثناء ما هو يشتغل يفكر بينه وبين نفسه، صحيح أن أمي رافضة زواجي من هاي البنية ولكني أحبها، وإن شاء الله بعد ما أتزوج وبمرور الوقت أمي راح ترضى علي وتحب البنية. وبأحد الأيام أثناء ما حسين كان يشتغل بالمقهى، دوامه كان عبارة عن مناوبات أو شفتات، لأنه المقهى اللي يشتغل به يبقى مفتح 24 ساعة، فكل موظف عنده فترة مناوبة أو عنده شفت يشتغل بيه، اما من الصبح لليل او من الليل للصبح وهكذا. المهم بيوم من الايام حسين خلص واجبه وتوجه لغرفته بالبيت اللي ساكن بيه قريب من المقهى حتى يرتاح، وفجاه اجا صديقه اللي كان حيستلم الشغل مكانه وقال له يا حسين تقدر تجي مكاني بهالفتره هاي لان صارت لي شغله كلش مهمه، اروح واخلص شغلي ووراها ارجع لك. فاستلم حسين الشفت والشغل مال صديقه وبقى قاعد لحد ما صارت الساعه 8 الصبح وهو يشتغل. ولما انتهى هذا الشفت وانتهى الشغل ورجع للغرفه كان تعبان لأبعد درجة، فدخل لغرفته وتمدد على فراشه ونام نومة عميقة. مر ساعات طويلة وحسين بعده نايم، إلى أن إجى ابن خالته اللي ساكن وياه وصار يقعده. حاول أن يقعده من نومه أكثر من مرة ولكن بدون فائدة، فصار يحرك بجسمه بكل قوة حتى يقعد، ولكن حسين أبدا ولا تأثر بالموضوع وبقى نايم وما تحرك. ذيك الليلة حسين لما لزم جسمه ابن خالته حس إنه جسمه جدا بارد وكذلك ماكو أي حركة به، فراح ابن خالته مباشرة وجاب سطل مال مي وشمر عليه. وهنا كانت الصدمة لما شاف حسين بعد نايم وما تحرك من مكانه ولا قعد، فمباشرة هنا ابن خالته خلى ايده على رقبته حتى يشوف اذا بي نبض او لا، وهنا لما خلى ايده عليه حتى يشوف النبض ما حس بوجود اي نبضات عنده، فاتصل مباشرة بالاسعاف. وبالفعل وصلوا المسعفين بسرعة للغرفة وبدوا يفحصونه ولكن ماكو اي نبض، فنقلوه مباشرة لسيارة الاسعاف حتى ياخذونه للمستشفى. كنت شغال خراط المونيوم حلو البقاح قدي، وروحت اتعشيت وشيت الشام اغزى ونمت، جاي صحونا عشان اروح شغل تاني يوم ما قمتش، راح قبل ما يكب عليا ما قمتش برضه، راح قبل دكتور. عندك كم سنة؟ انا عندي 35، وبقالك لا تحول على المستشفى، فحولنا على مستشفى احمد ماير. طبعا ابن خالته كان موجود وياه، ولما وصلوا للمستشفى اخذوه مباشرة لغرفة الانعاش، فحصوا نبضه ودقات قلبه ولكن ماكو اي شيء. وراها بلشوا يسوي له فحص للدماغ، وهنا بهالاثناء الطبيب التفت على ابن خالته وقال له البقاء بحياتك، حسين مات. وراها الطبيب سأل ابن خالته قال له شنو اللي صاير وياه، فرد عليه وقال له انا ما ادري شنو السالفة، كنت نايم قعدت ورحت حتى اقعده ولكن ما قعد، وما اعرف شنو وضعه، بس اعرف انه هو قبل لا ينام اكل وراها دخل للفراش ونام. فقال للدكتور خلاص
خلاص احنا عندنا نظام بالمستشفى انه نخليه على صفحة او على جنب لمدة 6 ساعات او 7 ساعات حتى نتأكد انه هو فعلا مات، يعني بعد ما عنده اي نبض ولا راح يرجع للحياة. ورا هاي 6 او 7 ساعات اذا رجع للحياة خير على خير، واذا ما رجع للحياة فمعناته هو ميت. وطبعا حسين كان على نفس الحالة بدون اي حركة بدون اي نبض. وبهذا الوقت بلشوا يتجهزوا للدفن وشهادة الوفاة، وابن خالته كان جدا ضايج ومنزعج ومقهور على حسين، فاتصل على اهل حسين وبلغهم بالموضوع واجوا مباشرة للمستشفى. ولما وصلوا وصاروا يبكون وكانوا جدا مقهورين على وضعية حسين وعلى الشيء السيء اللي صار وياه. المهم بعد ما غسلوا حسين وكفنوه وصلوا عليه واخذوا للمقبرة حتى يدفنوه، ام حسين كانت جدا حزينة ومقهورة على موت ابنها، وكانت تبكي بحرقة وبلهفة لانها كانت فعلا حزينة، وكذلك لانها ما سمحت له ان يتزوج البنت اللي هو يحبها. والناس كانوا كلهم حزينين عليه لانه كان شاب طيب وخلوق وتعامله واسلوبه كان جدا حلو مع الناس، لهذا كلهم كانوا مفجوعين وحزينين على موته. المهم بعدها رجعوا لبيوتهم واقاموا عليه العزاء، وامه كانت تبكي ليل نهار عليه. ومر اليوم الاول والثاني والثالث الى ان اجى اليوم الرابع بعد دفن حسين. فجأة حسين وهو مدفون داخل القبر صحى من الغيبوبة اللي هو كان بيها، ولقى نفسه بمكان جدا مظلم، فانتبه لنفسه لقى اكو اشياء جدا مزعجة موجودة بإذانه وخشمه، يعني مثلا خشمه كان اكو بيه قطن، وهذا القطن كان متعفن، فهو انزعج منه مباشرة سحبه وبلش يفك نفسه شوي شوي وهو متعجب ومصدوم، وصار يتلمس الاشياء اللي بصفه، وفجأة حس انه ايده صارت على مجموعة من العظام، وهذا الشيء لانه مصر القبور بيها تكون على شكل سراديب، وهاي السراديب هي عبارة عن غرفة يندفن بيها اكثر من شخص. حسين كان شعر راسه ناعم، ولكنه بالقبر حس انه شعر راسه وشعر جسمه جدا خشن، كان جدا مرعوب لما استوعب انه هو مدفون بقبر، فقرر هنا ان يروح ويدق الباب مال السرداب لعله وعسى اكو شخص يسمعه ويفتح له الباب، ولكن ما قدر يقوم بسبب الظلام، وايضا انه ما عنده قدره حتى يشيل جسمه ويرفع جسمه ويمشي، فصار يزحف حتى يلقى منفذ يطلع منه. واثناء ما هو يزحف حس بشيء دخل برجله وحس بالم جدا قوي، وصار ينزف ويصيح باعلى صوته ولكن ما حد يسمعه، ورجع يزحف بعدها يوقف ويوقع لين ما يقدر يمشي، وصار يصيح طلعوني يا ناس انا عايش طلعوني وساعدوني، ولكن بدون فائدة. هو يسمع اصوات ناس ولكن ما حد يسمعه، وما يعرف ايش قد بقى على هالحال يوم او يومين. ومن يوم ما صحى ما رجع نام ابد لانه يحاول ان ينجو بروحه. وبنفس المقبرة كانوا اكو ناس يسكنون قريب عليها، فيجون حتى يزورون قبور اهاليهم واحبائهم. وفجأة وبوقت الفجر كان اكو شخص جاي للمقبرة حتى يزور احد اقارب المتوفين، وبذاك الوقت سمع صوت شخص يصيح عليه واللي هو حسين، وهذا الصوت كان يطلع من داخل القبر، فهذا الشخص انرعب ومباشرة راح لحارس المقبرة وقال له اكو شخص يصيح من داخل القبر ويصيح انا عايش ساعدوني، فراح حارس المقبرة ووصل يم القبر اللي مدفون به حسين وخلى اذنه على الباب، وفعلا سمع صوت شخص يصيح. الحارس انصدم وما قدر يفتح القبر لانها مسؤولية، فمباشرة راح المخفر المقبرة واخذوا يا مجموعة من الشرطة وقالهم الصوت يطلع من داخل هذا القبر، وفعلا الشرطة فتحوا الباب ودخلوا لداخل القبر وياهم لايتات، وايضا كان موجود وياهم حارس المقبرة، وهم يدورون عن مصدر هذا الصوت. فجأة لقوا حسين وطلعوه من السرداب. حارس المقبرة اول ما شافه انصعق وانصدم واجت جلطة ووقع بمكانه ميت، لان المنظر اللي شافوه كان جدا مرعب وما يخطر على بال اي بشر، وحتى الشرطة اللي وياه من شافوا هذا الوضع مباشرة شردوا وتركوه. هنا حسين من شافهم شلون رقضوا وشردوا من عنده وعافوه، والحارس مال المقبرة شلون وقع ومات، صار يرجف وما يقدر يحكي اي شيء، وحسين كان جسمه جدا نحيف وضعيف لدرجة تحسه انه هو هيكل عظمي، جسمه عبارة عن جلد على عظم وعيونه جاحظة ولونه جدا شاحب وشعره واقف. فحسين بقى قاعد بمكان اللي رجله توجعه وما يقدر يتحرك، وكانت اكو امرأة دائما تجلس بالمقابر، فاجت وجابت وياها شرشف وغطت حسين واتصلت بالاسعاف، وبالفعل وصلوا. فلما شافوه بهالمنظر خافوا من عنده وصعدوا للسيارة بصعوبة واخذوه للمستشفى، وكانوا جدا مرعوبين منه، وقالوا لإدارة المستشفى بانه هاي الحالة جدا غريبة لانه كان ميت قبل 5 ايام وهسه طلع عايش. الدكاترة من شافوا حسين رعبوا منه ومن منظره وما حد قبل يعالجه، فقرروا ان يتصلون بالصحة ويشرحوا لهم حالة حسين، وطلبوا من عندهم ان يدزوا لهم كم طبيب حتى يشيكون الحالة. وحسين بهذا الوقت كان فاقد القدرة على النطق او الكلام تماما. وصلوا الاطباء من الصحة وبلشوا يعالجون حسين ويشوفون حالته، انطوا مغذيات وتحاليل. اثناء ما يعالجونه ويحاولون يساعدون حسين كان جدا تعبان ودخل بغيبوبة ثانية، فإدارة المستشفى مباشرة اتصلوا بهله وقالوا لهم اكو
اكو شخص اسمه حسين اندفن قبل 5 ايام وهسه طلع عايش لان كانت عنده غيبوبه، تعالوا شوفوه هسه وتاكدوا منه هل هو اخوكم او ابنكم لو لا. فاخوانه مباشره راحوا للمستشفى وقالوا ما راح نقل للامنا بالموضوع نتاكد يلا. لما وصلوا للمستشفى الاطباء قالوا لهم هو حاليا دخل بغيبوبه ثانيه، فانتظروا لحد ما يقعد. الاخوان هنا قرروا انه ما يقولون لامهم عنه لحد ما يصحى من غيبوبته. وراها طلبوا من الاطباء ان يشوفون اخوهم، ولما شافوا حالته انصدموا صدمه عمرهم لان شكله تغير. حسين كان عباره عن جلد وعظم، مع العلم انه عمره كان بمنتصف الثلاثين، ولكن الشكل والجسم اللي دا يشوفونه قدامهم مال واحد عمره بالستين سنه. وبقى حسين بالمستشفى لمده 3 اشهر، وبعد مرور 3 اشهر صحى من غيبوبته. لما صحى كان يتلفت، فالتفت هيجي وشاف اخوانه ولكنهم كانوا بعيدين عنه. فالدكاتره هنا اجتمعوا عليه وصاروا يحجون اياه ولكنه ما يحكي ابدا. صحته صارت شويه احسن، فقرروا اخوانه هنا ان يقولون لامهم، فراحوا على امهم وجابوها للمستشفى وهي ما تعرف وما تفتهم شنو اللي صاير. فقالوا لها اكو شيء لازم تعرفينه، وهو انه اخونا حسين صار عنده غلط بالتشخيص، وحسين ما زال على قيد الحياه وعايش. فانصدمت ام حسين وفرحت بنفس الوقت فرحه مو طبيعيه، وطلبت من عندهم ان تشوفه. فبلغوا حسين انه امك تريد تجي تشوفك، فدخلت عليه امه ومن شافته فعلا انصدمت وانذهلت، مصدومه وفرحانه بنفس الوقت. فتقربت من عنده، رادت تحضنه، باوعت عليه، لزمت ايديه هنا، ما تحملت شكله، وبشكل جدا مفاجئ وصادم ام حسين وقعت على الارض وماتت، لانها فعلا انصدمت وما تحملت من الفرحه. وهنا صار الكل يبكي ويصرخ بعد وفاه امه. اخوه حسين خافوا من عنده وقالوا، والحارس لما شافه مباشره وقع ومات، وكذلك امنا لما شافته مباشره ماتت، ويمكن اللي يتقرب من عنده يموت وتنتهي حياته. فلما اغراضهم وعافوا حسين وراحوا، وبقى بالمستشفى لان رجله كانت جدا تعبانه، ولحد ما صار يمشي على عكازه وتعالج. طلع من المستشفى بسنه 2004، وطلع وهو مشتاق لاهله والحياه السابقه، وبوقتها كل الناس عرفت قصته لان القنوات كلها سوت ويا لقاءات، لان حالته تعتبر جدا غريبه ونادره. بعدها حسين راح للمنطقه اللي هو كان يسكن بيها، ولكن كل اللي يشوفه كان يهرب منه مباشره. فاستغرب من الموضوع وانصدم، لان كل ما يفوت من شخص ويسلم عليه اللي يسلم عليه مباشره يعوفه ويشرد. فراح البيت خالته وما قبلت تستقبله، فراح البيت خطيبته ودق عليها الباب، فحاجته وقالت له روح انا ما اريدك بعد، وما اريد اشوفك ولا اشوف وجهك، لا تجي بعد. فهنا حسين قرر يروح لاخوانه، وايضا ما حد استقبله. وقعد حسين بالشارع وهو يبكي وحزين بسبب الحاله اللي وصل لها. وبهالاثناء حسين فكر بشيء وقرر ان يسويه، وهو ان يروح ويقيم دعوه قضائيه على المستشفى اللي شخصه وحالته على انه شخص ميت، لانه بسبب تشخيصهم الخاطئ تم دفنه وهو ما زال على قيد الحياه. ولكن لما راح للمستشفى حتى يشتكي عليهم ما قدر يسوي شيء، لان المستشفى اللي راح لها بالبدايه وشخصه وحالته سووا حركه جدا خبيثه، وهي لما عرفوا انه هو رجع للحياه وطلع عنده غيبوبه، قرروا ان يحرقون كل ملفاته اللي موجوده عندهم بالمستشفى، لانهم تيقنوا 100% انه بمجرد ما راح يصحى على نفسه وراح يشوف رده فعل الناس اكيد راح يشتكي عليهم، ببساطه لانهم شخصوه تشخيص خاطئ. فحرقوا كل الاوراق اللي تثبت انه حسين اجى لهاي المستشفى، وكذلك حرقوا شهاده الوفاه مالته. فحاول يثبت من خلال تصريح الدفن انه هو اجى لهاي المستشفى، يعني جابوه لهاي المستشفى قبل لا ياخذونه ويدفنونه، ولكنه تذكر انه حارس المقبره لما شافه مات. فهنا حسين شاف انه قدامه طريق واحد ماكو غيره، وهو ان ينتقل ويروح لمنطقه ثانيه، وقرر ان يروح المكان ما حد يعرفه بيه او يخاف منه. وبالفعل انتقل لغير منطقه وصار يشتغل، ولكن للاسف بعد فتره صدمته سياره وصار مقعد بالغرفه مالته وعايش على المساعدات، وحالته جدا سيئه ويرثى لها. المشكله يا اصدقائي ما تعرف من الغلطان، هل هو الدكتور نفسه اللي شخص له المستشفى، لانهم كلهم يقولون حطينا له الاجهزه وتشيكنا ولكن ما كان عنده اي نبض، وما تطلع من عنده اي استجابه ورده فعل، فقالوا عليه اكيد ميت. هاي يا اصدقائي كانت قصه حسين من مصر اللي مات وبعدها رجع للحياه. وبس هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم، اذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، وكذلك تتابعونا على الانستغرام. اخوكم عبد الخالق، سلام. حياتي ما شايف هيك فقر مثلك والله، ما ادري شنو هالحظ هسه. اوكي ترجعت للحياه تامنا بالله، بس مباشره بعد ما انتقلت لغير منطقه وعشت حياه جديده وبلشت تقول يا الله طب دعمتك سياره، الله يعينك الله يعينك. بدا يبرد الجو وراح يجي الشتاء، يا ابي اموت على الشتاء. اخ اخ وين القبول كان وعزازي وعلي من الهوى لو مر يخافوا، شبيهم مثل الدمع سالوا
وعالخد لو سالي الدمع شيرد للي عيون عفوني وراحة. الله 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 الله.